أشهر انقضت على انتهاء الانتخابات المحلية، ولا يزال الانسداد السياسي يتسيد المشهد في كركوك. الصراع المكوناتي بين الكتل الفائزة والاستحقاقات المتوقفة نتابعها مع مراسل الرابعة بالمحافظة مهند التميمي. لا مجال للتفرد بمكون على حساب الآخر، ولا مناصب تشغل دون توافق الجميع. هكذا هي رؤية جمهور المكون العربي في كركوك ومطالبته من ممثليه المنتخبين للوصول إلى عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الذي لم يبصر النور حتى اللحظة. احنا اليوم كعرب، اليوم لقائنا بالذات مع الأخوة أعضاء المجلس بجمع كبير هي الغاية لحثهم للذهاب إلى عقد جلسة، وهذه العقد الجلسة لا تأتي إلا بالتوافق، ولا تأتي إلا بالحوار، ولا تأتي إلا بالتفاهم مع الأخوة الباقين القوى الأخرى. مجلس كركوك يجب أن يلتئم، ويجب أن تنعقد جلسة للذهاب إلى تشكيل الحكومة. لا يمكن أن نستمر الوضع بهذا الشكل. الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك تؤكد أن المطالبة بالحقوق ليس صراعا بين المكونات، لكن المعرقل الأبرز هو عدم الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف. إلى اليوم لم يوجد اتفاق يحظى بمقبولية الجميع. المكون العربي أو الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك ليست هي العائق أمام الجلسة. الكتلة العربية في طريقها أو هي مبادرة دائما لعقد جلسة. الكتلة العربية لا مانع لديها من تدوير المنصب أو أي اتفاق آخر، لكن على شرط أن يكون بمقبولية الجميع. الحفاظ على المكتسبات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية التي تنعمت بها كركوك بعد عملية فرض القانون وحتى اليوم يجدها سياسيون هي رسالة إلى رئيس الوزراء بأن حكم المكون العربي نجح بإيصال المحافظة إلى الاستقرار الملموس. رسالتنا واضحة إلى إدارة الدولة، إلى السيد رئيس مجلس الوزراء الذي يشرف على الحوار بين مكونات كركوك. اليوم المكون العربي نجح في الحفاظ على أمن واستقرار كركوك طيلة 6 سنوات، ونحن في السنة السابعة، ومن حق المكون العربي الذي المحافظة على منصب المحافظ وإدارة المحافظة. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة.